السلام عليكم، بسيفتي احمد ولاد غنام، قدم الصربات ولاد غنام، كنمثل عامر الحضاريه وكنشاركوا في هذا المهرجان كل سنه. وحنا التبوريده هذه كنورثوا عن اب عن جد عن عائله ولاد غنام، والتبوريده كتمتازوا بالتبوريده. وكنشكروا الجمعيه القرويه اللي منظمات المهرجان هذا، وكنشكروا السيد الرئيس سي محمد كربوب، وتنشكروا الجمعيه اللي منظمات المهرجان هذا. والتبوريده هنايا مزيانه، جامع الشتاء تبارك الله الحمد لله الخير موجود. والسلام عليكم. عليكم ورحمه الله وبركاته. انا اسمي جيس محمد صابر من زردال، منطقه ديال زردال. جينا لهاد الموسم باش نتبوردو، وعجبني مزيان مزيان زوين بزاف. شحال العمر ديالك؟ 15 عام. انت اصغر متسابق في هذا؟ شحال بديتي انت هذه المهنه ديال الفروسيه؟ من 12 عام. من 12 عام وانا تنتعلم، تمشي مع بابا وتركب بزاف ديال الحوايج، وتعلمني وتخرج في الدار وتعلمني بزاف الحوايج. شاركنا في مهرجانات في بوقني هادل، ولجا مخلينا فين مشينا. لا لا السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدم دويده الميلودي، صربت ولاد العياشي عامر، عماله سالة. هذا الموسم هو وراثي من جدودنا، وهذا البلية راه حنا مبليين بها كما بلونا بها جدودنا ووالدينا، وتحنا دابا راه حنا بالين حتى ولادنا، راه حنا بالينهم. ها كما كتشوفوا ما عنديش وليدات هما في الخيل ديالهم، انا عندي ثلاثه الخيل. وهاد التراث المغربيه والله نشر سيدنا اللي مخلينا ديما ناشطا في هذه المواسم، وفين ما بغينا نمشيو كنمشيو والله بمالك الحمد. وكنشكر بهذه المناسبه السيد الرئيس لجماعة عامر لأنه موفر لنا جميع الشروط، ما كنساوش خيره، المهم ديما معنا باش ما كان، وشكرا. السلام عليكم، أهلا وسهلا بهذا الإذاعة المشرفة اللي شرفت لنا المهرجان ديالنا. وهذا المهرجان داز زوين، تنشكروا الناس اللي سهروا على رئيس الجماعة والسلطة المحلية والسلطة الدرك الملكي وجميع اللي صار على هذا الموسم. الوالي الصالح سيد مفضل، يعني هذه اثارات ديال جدودنا كما تنحيوها، والحمد لله. والمغرب هكا، المغرب ديما ناشط ديما مزدهر ديما بخير الحمد لله. لا لا جميع الانحاء ديال الجهه ديالنا، وحتى نخرجوا المدن اخرين. ايوا 30 عام ولا 32 عام انا ديال هذه الحرفه، ما يمكنش نبقى ندور محلي، ضروري تخرج وضروري. لاحظنا بانه كاينين دراري صغار ما ديال السن القانوني كما تنعرفوا كيفاش تيمارسوا هذه الهي، ماشي خطر عليهم؟ ماشي خطر، حنا تناخذوا احتياط، الولد ما تنعمروش البارود بكثره، تنعطيوه على القياس ديال السن ديالو، وخلف او ثاني خصنا شي اللي غيخلفنا، حنا ما نبقاوش ديما راكبين، منين نعياو حنا يتصابوا هما واجدين لهذا الميدان هذا، باش ما ينقارش هذا الاد. وشكرا. السلام عليكم. احنا من منطقة بوقنا هذا اللي تنتمي لمدينة سالة، تنشاركوا كل عام في المهرجان، والحمد لله كما تلاحظوا دابا التنظيم تيدوز زوين، واللهم لك الحمد، تيدوز موسم في اجواء زوينة كما تلاحظوا. وتنشكروا الناس المسؤولين والسلطات اللي شوي شي نظمات المهرجانات بحال هكا مرة في العام، وكل شيء مزيان. وتنشكروا السيد الرئيس كربوب اللي تي وقف كل عام في التظاهرة هذه مزيان، وتي تنظم لنا المهرجانات الحمد لله، حتى انا الخيل كما تلاحظوا العام كامل مربوطين. تنتمنوا من السلطات ينظموا لنا مهرجانات في المستوى، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. بصفتي عز قبادي عن صربة من صور كويزي دور ولا الطالب جامعة الحدادة أحواز القنيطرة. فشكرا للرئيس السي محمد كربوب على هاد التظاهرة المهرجان السنوي اللي كينظموا لنا كل سنة، فشكرا جزيلا له، شكر كبير للسي محمد كربوب وتحياتي ليه عن هذا المهرجان ديال السيد المفضل.
وشكرا جزيلا. هذه الفروسيه كتمثل تراث واجيال وتنسيق الماضي بالحاضر، وكتربط من جيل لجيل. وشكرا. هاد الحلوى قديمين وحنا تنبيعو ونشريو فيها، فهمتيني؟ من شحال هاد الورد ديالنا هو كبر، حلينا عينا لقينا شي صوب في هاد الحلوى، تنديرو بها المواسم، تنديرو بها المهرجانات، اي بلاصه تنخدمو بها. والحمد لله هاد الحلوى زويونه، كلها بركه كلها خير تبارك الله، وحنا خدامين في هاد الموسم، الله يجعل شي بركه. لا والو، تسمعي التصريح تيقولو راه عامر فلان من فلان، شي صافي تنجيو ترونسبور تنجيو ليه. ودابا تقريبا 30 عام وحنا تنجيو لهاد الموسم، الوالد قديم عندنا حنا. شين الموسم زويون، الموسم ضروري. الشوكه دابا ما جيتش الموسم بحال ما جيتش حتى شي حاجه، اش تبقى مريض خصك ضروري تمشي تبيع وتشري، ولا جابوا الله تجيبوا وتجي في حالاتك. هذا الموسم خلاو ثورات جدود جدود، وعاد حياو هذا شي عامين ولا ثلاث سنين، وفي عامر زمور سهول الغرب زعير كل شيء مجموع هنايا، موسم زوين جيد. المهنة ديالي القهوة، تنخدم أنا وولادي في هذه المهنة، هذه هي اللي عندنا أصلا، هي اللي عندنا. مزيان مزيان، وتنولفنا هذا المهرجان وتنجيو تيتعاملوا معنا ولاد البلاد واللي مكلفين المسؤولين والرئيس وكل شيء، الحمد لله. كل عام كنجي لهنايا، انا كل عام كنجي. لا في كل شيء، في كل شيء. كلهم كنمشي لي، كلهم. كربوب محمد رئيس جماعه عامر. دونك الجماعه كتنظم هذا الموسم الصالح سيدي المفضل في نسخته السادسه بمناسبه الذكرى 43 للمسيره الخضراء المضفره. وهذا الموسم الصالح كيشاركوا فيه حاليا ما يقارب 33 صربه او فرقه من الخياله تنتمي للجهه ديال الرباط سلا القنيطره. دونك وهذا المهرجان تحتفل به الجماعه في اطار تشجيع الفروسيه، لان هذه القبيله عامر يعني مولوعه بتربيه الخيول تبوريدا التقليديه، لهذا الجماعه تقوم بتشجيع هذه المهرجانات حفاظا على هذا الموروث الثقافي التقليدي المغربي. الحياة محمد بن حسن نائب رئيس مجلس اعمال سلا، ومن المنحدرين من المناطق الصحراويه، وحضرنا في هذا الموسم هذا لانه كينضوي تحت مجلس العمالة ديالنا، واللي هو داخل في اطار الجماعه القرويه ديال عامر. فالواقع لانه هذا كاد بينا دائما انه ملي تتقام بعض المواسم على الشكل اللي تنشاركوا فيها الساكنه ديال كل منطقه او المكان اللي تيتوجد فيه بعض الصلاح اللي تقوموا في خضات ديال القبيله بمهرجان تيتجمعوا فيه، سواء في الربيع او في الصيف او في الخريف، اللي تيكون يعني مجال لالتقاء ساكنه كل فخذه فخذه او كل قبيله قبيله. وهو في الواقع يعني بادرة طيبة اللي دعبوا عليها المغاربة، سواء في الشمال أو الشرق أو الغرب أو الجنوب. الحمد لله هذا الموسم وصلنا فيه دابا السابع في السنوات، ودورتين عن أب عن جد كل شيء. وهذه الفروسية الحمد لله بحال تنقولوا هو الكونجي ديال الفلاح، أنا فين تيرتاح مع راساتو. والموسم تنوجدوا له حنا بواحد جوج سيمانات ولا ثلاثه حنا كنوجدوا له، والساعه اللي كندخلوا للموسم راه كيفرحوا الاولاد وكيفرحوا الاعيان ديال البلاد والناس اللي بعثوهم تيجيو. والفروسيه كتبدا والحمد لله راه تيدوز الموسم على خير. هاد العاده عندنا حنايا من الاب من الجدود، بقات عندنا وراثيه ما عمرنا غنحيدوها. كذلك ما عندوش الخطر، كذلك حنا راه ركبنا في واحد السن مبكر كاع
ركبنا صغار بزاف، وكيما خذا الاب تياخذ الولد وتتبقى هذه السلاله غاده الحمد لله ان شاء الله. وحنا ما بغيناش ترك، حنا بغينا نزيدوا في هذه الهوايه باش تكثر عندنا في البلاد، حيت هي الهوايه الوحيده اللي تيبان ليا فيها تتجمع الجمهور بزاف، راه هي هذه كره القدم هي اللي كاينه الحمد لله. كحواش احمد فلاح، وعندنا شي الفروسيه ديال الخيل، والنشطة ديالنا هي الخيل. وتنشكروا رئيس الجامعة عامر بوقنادل اللي منظم هذا المهرجان والفطح الجودة ليه.